خلينا دلوقتي نروح مع بعض نشوف فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل باقي فقراتنا، استنونا. ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة السوشيال لاب اللي بنحلل فيها اكونتس المشاهير على السوشيال ميديا عشان نفهم معاكم بالارقام كل واحد بيتعامل مع السوشيال ميديا ازاي وبيستخدمها ليه. نجم السوشيال لاب النهارده هو الفنان احمد فهمي. فهمي بيتابعه على الانستغرام 6,200,000 فولور، وهو عامل فولو لحوالي 951 اكونت، واهم الناس اللي بيتابعها فهمي هم محمد صلاح، علي ربيع، مصطفى خاطر وغيرهم من نجوم الفن. فهمي ناشر لحد دلوقتي اكتر من 500 صوره وفيديو. تعالوا نعرف الصور دي تفاصيلها ايه. طبعا معظم الصور كواليس وبوسترز لاعماله. فهمي معروف بصداقاته داخل الوسط الفني، لقينا انه ناشر اكتر من 30 صوره بتجمعه مع اصحابه من النجوم زي اكرم حسني، محمد انور، شيكو وغيرهم. هو كمان من اكتر الداعمين للقضيه الفلسطينيه، ودايما بينشر صور وفيديوز بيدعم بيها اهل غزه زي ما هنشوف الفيديو ده واللي حقق 4 مليون فيو. اللي يعرف احمد فهمي كويس يعرف قد ايه هو بيحب الكلاب ومربي عدد كبير من الكلاب في بيته، عشان كده فهمي ناشر لحد دلوقتي 40 صورة مع كلابه بس. فهمي مرتبط جدا بعيلته، فصوره مع والدته كريم فهمي أخوه ليها نصيب كبير على الإنستجرام، عشان كده بينشر صور ليه مع كريم فهمي اللي دايما بينشر أعماله زي مسلسله الجديد أزمة منتصف العمر. ولأن أحمد فهمي أهلاوي جدا فصوره مع لعيبة ومسؤولين النادي الأهلي كتيرة جدا. وبكده يبقى عرفنا وحللنا كويس أكاونت أحمد فهمي على الإنستجرام.